اليوم موضوعنا التعدين أو هندسة المعادن، هي باختصار هندسة استخراج واستخلاص وتنقية المعادن بأساليب هندسية وفقا للمعايير الاقتصادية، بحيث يتم استخراج المعادن بأعلى جودة وأقل تكلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة ومراعاتها. وتنقسم باختصار إلى قسمين. القسم الأول هو الاهتمام باستخراج التنقيب واستخراج المعادن من باطن الأرض، والقسم الثاني هو معالجة وتكثيف وتنقية المعادن المستخرجة بأساليب فيزيائية وكيميائية وأساليب أخرى. طبعا من أهم الصعوبات والتحديات التي من الممكن أن تواجه طالب هندسة المعادن كالأقسام الأخرى أن الجامعة لا تكفي لإنتاج مهندس معادن متكامل، فأغلب الجامعات لا تسمح بتخرج طالب هندسة المعادن إلا بعد إتمام فترة أقل شيء 60 يوم من التدريب في معادن في مناجم التنقيب ومصانع معالجة المعادن. لكن يجب على الطالب دائما البحث وتطوير نفسه بكرة. يوجد معادن ومركبات لا حصر لها، يوجد البحث عن تنقيبات سابقة، البحث عن مشاكلها ومصادرها وكيفية حلها. أما بالنسبة للمجالات الوظيفية التي يمكن لمهندس المعادن العمل فيها فهي متنوعة وعديدة، بحيث يمكن لمهندس المعادن العمل في التنقيب عن المعادن فوق الأرض، أو العمل في المناجم تنقيب تحت الأرض، أو حفر الأنفاق، أو تفسير الصخور، المساحة ومصانع معالجة الخامات وإنتاجها. أيضا يستطيع العمل في دراسة جدوى المشاريع الصناعية، وأيضا لا ننسى عمل المختبرات البحث والتطوير عن استخراج المعادن وإنتاجها، وأيضا السلك الأثري.